بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، مع متابعة لمراجعة قواعد الوحدة الأولى، ونهاردة حناخد زمن the past continuous tense، زمن الماضي المستمر. Let's get started with formation in affirmative، يعني التكوين في الإثبات. شكل الجملة في الإثبات إيه؟ أول حاجة يتكون من was أو where زائد الفعل مضاف له إيه؟ ing. was أو where زائد الفعل مضاف له ing. ده الشكل اللي هنختاره في الامتحان، إما was أو where plus verb plus ing. was مع المفرد I, he, she, it ياخد was. الجمع you, we, they ياخد where. ده شكل الزمن فين؟ في الأفيرماتيف، يعني في الإثبات. Let's go to the formation in negative، يعني التكوين في النفي كالآتي. ينفى هذا الزمن بوضع كلمة not بعد الوز والوير. فاعل مفرد ياخد was not wasn't، أو الجمع ياخد weren't was not أو were not plus الverb plus ing. شكله في النفي يوضع not بعد الwas أو الwere. Let's start with the formation in question، يعني التكوين في السؤال. نوضع أداة الاستفهام اللي هي where, what, why, when and so on. was aware، was للفاعل المفرد، where للفاعل الجمع، ثم فاعل الجملة، ثم الفعل مضاف له ing. ده تكوين شكل السؤال. لو استغنيت عن أداة الاستفهام يبقى السؤال معناه هل، يعني أنا ممكن أبدأ الجملة بكلمة was aware. Was Ali doing homework yesterday؟ هل كان بيعمل الواجب امبارح؟ Were they playing football yesterday morning؟ هل كانوا بيلعبوا كرة امبارح الصبح؟ يبقى ممكن أبدأ بأداة استفهام، ولو ما فيش أداة استفهام هيبقى السؤال معناه هل. التكوين الرابع والأخير in the passive، التكوين في المبني للمجهول. الجملة في المبني للمجهول تبدأ بمفعول object، لازم تبدأ بمفعول عشان تبقى مبنية للمجهول. المفعول المفرد ياخد was، والجمع ياخد where، being تصريف ثالث. مثال the listen، الدرس the lesson was being explained yesterday evening، الدرس كان يشرح ليلة أمس. مفعول، الجملة المبنية للمجهول تبدأ بمفعول مش فاعل، لأنها لو بدأت بفاعل هيبقى التكوين الأولاني، لكن بدأت بمفعول يبقى هنا مبنية للمجهول، تبقى passive form. المفرد was، الجمع where، being تصريف ثالث. Let's go to the examples here to find out more about the tense. I was doing homework yesterday evening. I was doing. ادي يا جماعة was plus verb plus ing. homework yesterday evening. هنا ادي تحديد الزمن، العلامة اللي على الزمن. المثال الثاني دي في حالة الإثبات، في حالة النفي. We were not shopping at 7 last night. We weren't shopping at 7 last night. We were not shopping at 7 last night. We're not shopping. We're not shopping. Negative form. شكل النفي أهوتي. Number 3. What were you doing when I found you? What were you doing when I found you? What were you doing when I found you? What were فاعل doing. أدي صيغة تركيبة إيه؟ السؤال. Let's go to number 4.
The film was being watched all night yesterday. The film was being watched all night yesterday. شايف التركيبة بتاعت المبني للمجهول؟ كان يشاهد الفيلم ليلة أمس. Was being watched تصريف ثالث. Let's go to the keywords. The keywords here. الكلمات الدالة على زمن الماضي المستمر. يستخدم هذا الزمن ليصف حدثا استغرق في الفترة في الماضي، أي لابد من وجود زمن محدد في الماضي. نخش على المفيد، لازم هتلاقي ساعة وبعدها كلمة مين؟ يسترداي، يبقى ده اسمه ماضي مستمر. سؤال، طب يسترداي ومفيش ساعة، يبقى ماضي بسيط. ساعة زائد يسترداي يبقى يدينا ماضي مستمر. المثال: He was playing football at 7 yesterday. He was playing football at 7 yesterday. ساعة مع yesterday يساوي ماضي مستمر. الكلمة الدالة الثانية: ساعة زائد كلمة مين؟ last وراها زمن. ساعة وراها كلمة last وراها ايه؟ زمن. We were watching the film at 7 last night. We were watching the film at 7 last night. الكلمة الدالة الثالثة yesterday وراها ممكن كلمة morning. Yesterday وراها كلمة evening. Yesterday وراها كلمة afternoon أو noon. مثال: We were doing homework at noon yesterday. إذن yesterday زائد زمن تساوي ماضي مستمر. الخلاصة: واحد، ساعة زائد yesterday تساوي ماضي مستمر. اثنين، ساعة زائد last وراها زمن تساوي ماضي مستمر. ثلاثة، yesterday زائد أي توقيت زمني خلال اليوم يساوي ماضي مستمر. Look at the example here. We was studying yesterday evening. شوف المثال. He was studying yesterday evening here. Yesterday evening. زائد إيه؟ زمن. ومن الكلمات الدالة أيضا الجزء الثاني بقى كلمة while، كلمة as، كلمة just as، كلهم معناهم بينما. يلا نخش على معادلات الكيمياء في هذه الكلمات الدالة مع بعض. while يأتي بعدها ماضي مستمر was a word زائد الفعل مضاف له ing. الناحية الثانية ماضي بسيط، الناحية الثانية ماضي بسيط، يبقى لازم طرفي المعادلة. إذا لقيت الجملة بادئة ب while أو as أو just as، while أو as أو just as، يبقى هنا هختار ماضي مستمر، الناحية الثانية ماضي بسيط. يعني while we were playing football it rained. While we were playing football it rained. يبقى إذن ده ماضي مستمر، ماضي بسيط، بشرط أن يكون حدث مستمر قاطعه حدث آخر. ممكن تجيه while وإخواتها في النص، while أو as أو just as في المنتصف، يبقى أمامها ماضي بسيط اللي هو الفعل الإيدي أو الشاذ، بعدها ماضي مستمر. المثال: It rained while we were playing. I saw an accident as we were going home. إذن الكلمة الدالة في المنتصف while أو as أو just as، أمامها ماضي بسيط إيدي أو شاز، خلفها ماضي مستمر was a word زائد الفعل المضاف له ing، بس في شرط عشان أطبق المعادلتين ديل، هو أن يكون حدث مستمر قاطعه حدث آخر. في ملاحظة، في important note here.
ملاحظة هامة، يمكن أن يأتي بعده وايل، وايل يأتي بعدها الفعل مضاف له ing بشرط عدم وجود فاعل. يعني أنا ممكن أستخدم وايل بلس الفيرب بلس ing بس بشرط هنا ما فيش فاعل. لاحظ أنا ما عملكش فاصل، أنا لاحظ ان وايل على طول لازقه في مين؟ في الفعل. While doing homework my father came، while doing homework my father came، while doing homework my father came. او while في المنتصف يبقى امامها ماضي بسيط وبعدها الفعل مضاف له ing بشرط ما فيش فاعل في المنطقه دي. على طول هوايل اللي وراها مباشرة فعل مضاف له ing، فعل مضاف له ing. يلا نكمل مع بعض الكلمات الدالة ونشوف when وقواعد when. when لها كذا قاعدة ولازم تركز معي. القاعدة الأولى when يأتي بعدها ماضي بسيط، ماضي بسيط يبقى الحدثين هما اتنين ماضي بسيط، ولو وين جت في النص قدامها ماضي بسيط وبعدها ماضي ايه بسيط. بس امتى؟ عندما تصف الجملة حدثين منتهيين في الماضي كسرد احداث قصة. يعني الحدثين اللي بتكلم عنهم انتهى اصلا في الماضي. When I was in Alex I swam in the sea. When I was in Alex I swam in the sea. عندما كنت في الإسكندرية كان يسبح في البحر. إذن بيروي أحداث قصة أو بيروي أحداث إيه؟ ماضية. خلاص يا جماعة، يبقى when يأتي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي بسيط إذا كانت تروي أحداث حدثت وانتهت في الماضي، ما فيش حدث مستمر فيهم، ما فيش حدث قطع التاني فيهم، أحداث ماضية انتهت في الماضي. الاستخدام الثاني when ماضي مستمر ثم ماضي مستمر. إذن الحدثين هم اتنين مستمرين، when في المنتصف ماضي مستمر وماضي مستمر أيضا. متى؟ عندما تصف الجملة حدثين مستمرين معا، ودائما أغالب الأحوال يكون الفاعلين مختلفين. المثال When Ali was studying, his sister was sleeping. When Ali was studying, فاعل الجملة الأولى علي بيذاكر. His sister أخته was sleeping. يبقى إذن حدثين مستمرين معا، ما حدش قطع التاني فيهم، حدثين مستمرين في نفس اللحظة مع بعض. ولاحظ أن الفاعلين في غالب الأحوال بيكونوا مختلفين. When my father was working, my mother was cooking, and so on. يبقى الفاعلين مختلفين وحدثين مستمرين معا. الاستخدام الثالث when ماضي بسيط ثم ماضي مستمر، when ماضي بسيط ثم ماضي مستمر، أو when في النص أمامها المستمر وبعدها البسيط. السؤال متى نستخدم القاعدة دي؟ عندما تصف الجملة حدثا مستمر قاطعه حدثا آخر. يبقى هنا لازم يكون واحد مستمر قاطعه حدث آخر. المثال when it rained عندما أمطرت we were playing football. يبقى أثناء اللعب إيه الحدث اللي قطع اللعب؟ المطر. يبقى إذن هنا حدث مستمر قطعه حدث إيه آخر. He was going to school when he saw an accident. حدث مستمر. He was going to school when he saw an accident. عندما تصف الجملة حدث مستمر قاطعه حدث آخر. Number four when ماضي تام، وده اللي هناخده إن شاء الله في الفيديو القادم اللي بيتكلم عن زمن الماضي التام، آخر زمن في الوحدة الأولى الصف الثالث الثانوي. when وراها ماضي تام اللي هو had زاد التصريف الثالث للفعل، ثم ماضي بسيط اللي هو ed أو شاذ،
when ماضي بسيط أمامها بعدها ماضي تام. السؤال متى نستخدم هذه القاعدة؟ عند تصف الجملة، عندما تصف الجملة حدث أول ثم حدث آخر اللي هو حدث إيه بنسميه حدث ثاني، يعني في ترتيب أحداث، حاجة حصلت الأول يبقى ماضي تام، ثم الحدث الثاني يوضع في الماضي البسيط. when he had finished homework he went out، يبقى خلص شغله ثم خرج. السؤال he left the office، ترك المكتب. when he had finished work، عندما أنهى عمله. الخلاصة لابد وأن تنتبه في حل جمل مين when. شوف بقى هتطبق أنهي قاعدة من الأربع قواعد دي، عشان when دي دقيقة ومحتاجة فهم وترجمة المعنى. With the last word which is during. During أثناء أو خلال. تأتي during في البداية يبقى وراها noun. It should followed by noun. It should followed by a noun. بعد كده ماضي بسيط. During the party I met my friends. During the party I met my friends. أو ممكن تأتي during في المنتصف يبقى أمامها جملة الماضي البسيط ثم مين noun. I visited my uncle during summer. I visited my uncle during holiday and so on. مع أطيب المنى والتمنيات بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. والفيديو القادم آخر قاعدة في الوحدة رقم 1 للصف الثالث الثانوي، وهي الماضي التام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.